أول تدخل الأمم المتحدة بشأن الاتهامات الجزائرية للمغرب. على خلفية الاتهامات الجديدة التي وجهتها الجزائر إلى المغرب، حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الخميس البلد على الحوار لخفض التوتر المتصاعد. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته إيريكا نيكو نائبة المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وذلك تفاعلا مع ما أعلنته الرئاسة الجزائرية أول أمس أربعاء حينما زعمت أن المغرب مسؤول عن مقتل 3 من مواطنيها كانوا على متن شاحنة تجارية. وتعليقا على ذلك قالت كانيكو: الأمين العام على دراية بالوضع بين البلدين، وهو يحثهما وبقوة على الحوار من أجل ضمان خفض حدة التوتر بين البلدين، خاصة أننا نتطلع إلى بدء مهام مبعوثنا الخاصة وسنرى كيف يمكنه المساعدة في تحسين الحالة بين البلدين. وكان مصدر مغربي قد أدان أول أمس الاتهامات التي أطلقتها السلطات الجزائرية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. أكد المصدر المغربي أن مزاعم جزائر اتهامات مجانية ضد المملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات، وشدد على أنه إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، المغرب لن يجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة. نشكركم على حسن المتابعة.